رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، كانت أحاديثنا الأخيرة تتعلق بصفات الحروف الناشئة من تجاور حرفين من حروف اللغة، فتكلمنا على أحكام كثيرة تنشأ فقط عند هذا التجاور، وهي ما تسمى بالصفات العرضية. من جملة ذلك تكلمنا عن الإدغام، وبينا بأن الإدغام هو أن يلتقي حرفان بينهما تناسب معين، إما أن يكون تماثلا أو تجانسا أو تقاربا، ففي تلك الحالة يتحول الحرف الأول إلى الحرف الثاني تماما، ويصير النطق بحرف واحد مشدد من جنس الثاني. لكن أحيانا يا إخوة يكون الحرف الأول أقوى من الثاني، نعم بينهما تناسب، نعم هما من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين، ولكن صفات الحرف الأول أقوى من صفات الحرف الثاني. فهل يدغم هذا الحرف القوي في الحرف الضعيف؟ من أمثلة ذلك الطاء والتاء. نحن نعلم بأن الطاء والتاء من مخرج واحد، فإن تقدمت الطاء على التاء وكانت الطاء ساكنة، كقوله تعالى على لسان الهدهد مخاطبا سليمان عليه السلام: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحطت هنا طاء ساكنة بعدها تاء، هل تدغم هذه الطاء في التاء؟ فنقول مثلا أحطت، هذا لم تفعله العرب، وهو أيضا لو تأملتموه تجدونه ممجوج، يعني أحطت يعني يشبه كلام الأولاد الصغار. ولو أظهرنا الطاء لابد من قلقلتها فنقول أحطت، لو نطقتموها تجدونها ثقيلة، أحطت، لأن اللسان يذهب إلى المكان نفسه مرتين. فالعرب كانوا في مثل هذا الوضع يدغمون الطاء في التاء، لكنهم لا يدغمونها كلها، بل يبقى من الطاء صفة الإطباق ظاهرة. والإطباق كما مر معنا هو انحصار الصوت بين مقدمة اللسان ومؤخرته عندما يكون اللسان محاذيا لغار الحنك الأعلى، هذا الانحصار للصوت يعطي الحرف قوة واستعلاء وتفخيما. في مثل هذه الحالة كانت العرب تدغم الطاء في التاء مع إبقاء صفة الإطباق. كيف يكون ذلك يا إخوة؟ يكون بإطباق اللسان، بأن يقرع اللسان مخرج الطاء من غير قلقلة، يقرع اللسان مخرج الطاء من غير قلقلة، ثم لما يفتح لا يفتح على طاء بل يفتح على تاء، هكذا: قال أحطت بما، أحطت بما. وفي قصة ابني آدم في المائدة: لئن بسطت إلي يدك، بسطت، بسط، أطبقنا اللسان على طاء من غير قلقلة، تاء فتحنا على تاء، فلا نحن أظهرناها فقلنا بسطت، ولا نحن أدغمناها إدغاما كاملا فقلنا بسطت. هذا الإدغام يسميه العلماء الإدغام الناقص. لما سمي ناقصا؟ لأن جزءا من الحرف الأول لم يدخل في الحرف الثاني ولم يتحول إليه تحولا تاما. هذا النوع الأول من التقاء الحرفين، فإن كان الأول قويا، النوع الأول أن يكون في الحرف الأول إطباق فيبقى الإطباق ولا يدغم كالأمثلة التي ذكرتها. نلاحظ ذلك على الشاشة من خلال اللوحة التعليمية في درسنا اليوم، نرى على الشاشة الإدغام الناقص هو إدغام حرف قوي الصفات بحرف أضعف منه بحيث تبقى الصفة القوية ظاهرة، ومن تلك الصفات صفة الإطباق، وذلك عند إدغام الطاء في التاء نحو أحطت، بسطت، فرطتم، فرطت. نعم، هذه هي الأمثلة التي في النوع الأول من الإدغام الناقص. هناك نوع ثان من الإدغام الناقص ذكره علماؤنا رحمهم الله في كتب التجويد، وهو إذا التقى في القراءة قاف ساكنة بعدها كاف متحركة. نحن نعلم بأن القاف من أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحنك، والكاف أسفل منها بقليل، القاف مفخمة والكاف مرققة، وهي لم تأتي في رواية حفص إلا في كلمة واحدة في سورة المرسلات في الآية 20، وهي قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم، هنا أصلها نخلق
قاف وبعدها كاف، فهنا قاف ساكنة والقاف فيها صفة الاستعلاء. نعم ليس فيها إطباق كالطاء التي مرت معنا منذ قليل، فيها استعلاء، والاستعلاء أيضا صفة قوة. فهل تدغم القاف في الكاف إدغاما كاملا؟ هذا الموضع العلماء لهم فيه مذهبان، ليس كالأول. الأول موضع اتفاق، لأن الإطباق يا إخوة، الإطباق معه استعلاء، يعني بعبارة أخرى كل حرف مطبق فهو مستعلن، ففي الطاء مع التاء صفتا قوة، الإطباق والاستعلاء. أما هنا فالقاف مازت على الكاف بصفة واحدة وهي صفة الاستعلاء، لم تمز عليها بصفة الإطباق أيضا. لذلك من العرب من كان يدغم القاف في الكاف إدغاما كاملا فيقول ألم نخلقكم، وعلى هذا جاء الكاف الثانية تصبح قافا، القاف الأولى القاف تتحول إلى كاف، ويصير النطق بكاف مشددة. ومن العرب من كان يبقي هذه القاف من أيضا من غير قلقلة كما ذكرنا ويدغمها في الكاف إدغاما ناقصا، هكذا ألم نخلقكم لقكم، فيكون إغلاق المخرج على قاف ساكنة من غير قلقلة ويكون الفتح على كاف متحركة. لكن حفصا عن عاصم رحمه الله الذي نقرأ بروايته، سواء هذه الرواية سلاسلها الواردة من طريق الشاطبية أو سلاسلها الواردة من منظومة طيبة النشر في القراءة العاشر ابن الجزري، من كلا الكتابين لم ترد هذه الكلمة إلا بالإدغام الكامل، يعني بإدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا بحيث لا يبقى من القاف شيء. إذن لو وجدنا في بعض كتب التجويد أو في المنظومة الجزرية مثلا قول ابن الجزري والخلف بنخلكم وقع، نعم وقع الخلف في ذلك ولكن بحسب الطريق الوارد منه. فأعود فأقول في غير حفصاً. نعم أعود فأقول رواية حفص عن عاصم سواء كانت من منظومة الشاطبية أو من منظومة طيبة النشر لابن الجزري هي في كلا الكتابين بإدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا مستكمل التشديد، يكون النطق فيه بكاف مشددة. لذلك لو فتحتم على سورة المرسلات في آخر جزء تبارك على الآية 20 تجدون بأن علماءنا علماء علم الضبط القرآني قد جردوا القاف من الحركة ووضعوا على الكاف شدة وضمة، ألم نخلقكم، فوضعوا على الكاف شدة وضمة. بينما لو فتحنا المصاحف على فرطت وبسطت وأحطت الأمثلة التي ذكرناها منذ قليل فإننا نجد أن علماءنا قد جردوا الطاء من الحركة ولكنهم لم يضعوا شدة على التاء بعدها، دلالة على أن هذا الإدغام ليس إدغاما كاملا بل هو إدغام ناقص. إذن ما علامة الإدغام الناقص بالنسبة لإدغام الطاء في التاء في أحطت وبسطت وفرطت وفرطتم؟ علامته تجريد الطاء من الحركة يعني من السكون وعدم تشديد الحرف التالي، هذا العمل يشبه الضبط في إخفاء الحرف. أما بالنسبة لنخلقكم في سورة المرسلات فإن العلماء جردوا القاف من السكون ولكنهم شددوا الكاف التي بعده إشارة إلى وقوع الإدغام الصحيح فيه. إذن أعود فأذكركم بنطق هذا الحرف هكذا ألم نخلقكم ألم نخلقكم كاف مشددة. ولو سمعتم أحد يقرأ ألم نخلق بإبقاء صفة الاستعلاء لا تظنوا بأنه خطأ، هو صحيح، ولكن أعود فأقول على روايات أخرى ليست من طريق حفص عن عاصم. إذن عفوا دكتور أيمن، كثير مشاهدين يقرؤون برواية ورش، ما الحال عندهم؟ بالنسبة لورش إن كان من طريق الشاطبية هو كذلك بعدم بإدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا. نرى في اللوحة التعليمية الثانية ما ذكرته من موضوع التقاء القافي مع الكافي وإدغامها فيها إدغاما ناقصا. نرى على الشاشة ثانيا يعني الحالة الثانية من حالات الإدغام الناقص صفة الاستعلاء، وذلك عند إدغام القاف في الكافي من ألم نخلقكم في سورة المرسلات الآية 20، وحفص يقرأها ألم نخلقكم بالإدغام الكامل. لذلك ترون على الشاشة أن الكاف عليها شدة وضمة. إذن هذا البحث، بحثنا اليوم هو الإدغام الناقص، وهو من توابع الأبحاث التي تتعلق بالصفات الناشئة عند تجاور
الحروف مع بعضها البعض. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا دكتور أيمن، وهذا له علاقة بالمسمى مع الإدغام الذي كنا قدرنا.